بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المشاهد الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتناول بإذن الله تعالى في هذا العرض الحديث عن بعض النماذج من الوقائع والأحداث لغزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة المباركة التي تناولها القرآن الكريم تناولا خاصا لما لها من أهمية بالغة في حياة الأمة المحمدية من حيث أحداثها ووقائعها التي وضعت للأمة المحمدية أسس قوتها ورسمت لها سبل انتصارتها متى أخذت بالأسباب وتوكلت على مسبب الأسباب. فلقد امتن ربنا الكريم سبحانه وتعالى على عباده بتحقيق النصر في هذه الغزوة، حيث قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وعنون لها سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بيوم الفرقان، حيث فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل. ومن أجل تحقيق هذا المبدأ شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله، ومن أجل تحقيق هذا جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الدين حنيف، كما قال سبحانه: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لتحقيق الحق أو لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لنشر العدل فيما بين الناس ونشر الطمأنينة والأمن بين العباد، وليس من أجل التخويف وسفك الدماء وما إلى ذلك. جاءت هذه الغزوة المباركة لتعلم البشرية ولتعلم المسلمين خصوصا كيف تنتصر الأمة القليلة على الأمة الكبيرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولتعلم الأمة المحمدية كيف تجاهد في سبيل الله، ليس من أجل الدنيا ولا من أجل المصالح ولا من أجل السيطرة على العباد، وإنما من أجل نشر العدل بين الناس. فهذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام الذين عاشوا في مكة المكرمة وهم مضطهدون، يقاتلون ويظلمون ويعتدى عليهم، وهم صابرون محتسبون. حتى إنهم بعد خروجهم من مكة المكرمة من وطنهم الأصلي إلى المدينة المنورة أخرجوا في سبيل دينهم، لم يجدوا أمنا من خبر قريش، بل وطاردوهم وواصلوا تخويفهم واضطهادتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى الدفاع عن النفس، شرع الله تعالى الدفاع عن النفس، فقال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله له بالدفاع عن الناس، بالدفاع عن المؤمنين وبلوغه خبر عير قريش وما فيها من تجارة كبيرة، انتدب أصحابه للخروج لهذه التجارة، عل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في أيديهم وليستردوا بعض حقوقهم من هذه التجارة. لكن شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون أمرا آخر، أن يكون القتال
بين المسلمين وبين قبائل قريش الذين طالما صدوهم عن سبيل الله، الذين طالما اضطهدوهم وآذوهم من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله. فخرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التجارة، خرجوا في حوالي 310، وخرجت قريش كما بين الرب سبحانه وتعالى بخيلائها وكبريائها وما إلى وغطرستها وما تحمل معها من قوة وعتاد وما إلى ذلك، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الغزوة كيف تنتصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الظالمة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وذاك طبعا يكون بمجموعة من الأسباب وبمجموعة من الأحداث وبمجموعة من المعالم، من ذلك أول شيء أن يكون الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة، وذي قرب ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا مثلهم، بل ليكون أمركم لله سبحانه وتعالى في سبيل الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يحضهم ويحثهم على القتال في سبيل الله، يقولهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل صابرا محتسبا غير مدبر مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يكون صابر محتسب، أن يحتسب أمره لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن قد باع نفسه لله، قد تاجر مع ربه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكذلك من بين هذه المعالم أن يكون العدل فيما بين المسلمين، بين صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، رئيسهم وأوصيهم. فرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يقتسم الطريق مع أصحابه، مع علي وأبي لبابة، كانوا يتناوبون على بعير، فيريد علي رضي الله عنه وأبو لبابة أن يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب، فيقولهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتما لستما بأقوى مني على المشي، وأنا لست بأغناكم عن الأجر. فكانوا يتناوبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء تسوية الصف كما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصفهم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يسوي الصف، يطعن سواد بن غزية في بطنه ويقول استوي سواد، فيقول سواد يا رسول الله لقد أوجعتني فأقذني من نفسك، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف ويقول اقتص يا سواد، فيقبل سواد رضي الله عنه بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فيقول غير ما ترى يا رسول الله، لقد حضر الذي ترى، وأردت أن يكون آخر عهد بيني وبينك أن يمس لحمي لحمك. هكذا كانت هممهم، وهكذا كان إنصافهم، وهكذا كان عدل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من بين الأسس التي تبين وترصي الأمة معالم النصر أن يكون هذا العالم الإسلامي أمة واحدة، أن تكون الوحدة بين الرئيس والمرؤوس، بين القادة والرعية. فرسول الكريم صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه كما أمره الله، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليه، إلا أن الله قاله وشاورهم في الأمر،
وأمرهم شورى بينهم، فيشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فيقوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: خيرا. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم عمر بن الخطاب ويقول: خيرا. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم المقداد بن عمرو ويقول: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقولك: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشير علي أيها الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنصار لأنهم أكثر الناس، فيفطن لها سعد بن معاذ ويقول: يا رسول الله، لكأنك تريدنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول: والله يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموثقنا، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وهو مطمئن النفس صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بالأسباب التي يستطيعها النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع أصحابه، فيتحس أخبار صلى الله عليه وسلم ويلاقي الشيخ ويسأله عن القوم فيبين له مكان القوم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل بالجيش في مكان يليق بالجيش بعد أن استشار الحباب بن المنذر وأمره بالمكان الذي يليق بالجند وما إلى ذلك. فمجموعة من أمور أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم ودعا ربه سبحانه وتعالى وابتهل إليه، ترك الأمر لمسبب الأسباب، فينصره ربه سبحانه وتعالى ويعيده بأنه سيحقق له النصر. فيقول: يا رب أنجز لما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض. فيحقق الله سبحانه وتعالى، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويمد سبحانه وتعالى بألف من الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يلقي الله سبحانه وتعالى النعاس على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الغزوة، وينزل الله سبحانه وتعالى المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويحقق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم آيات نبوية، حيث والمعركة الصدور انكسر سيف عكاشة رضي الله عنه، فيقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، قد انكسر سيفي. فيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا من حطب، فيقول: قاتل بهذا. فلما أن أخذه إلى يده صار سيفا حادا، فقاتل به رضي الله عنه في هذه الغزوة وبعد هذه الغزوة، حتى استشهد في سبيل الله يوم اليمامة. فحقق الله سبحانه وتعالى آيات نبوية، وحقق الله سبحانه وتعالى النصر لعباده المؤمنين، وحقق سبحانه وتعالى الشهادة لمن استشهد في سبيل الله، من جملتهم عمير بن حمام رضي الله عنه، لما حثهم وحضهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، حيث قال: لا يقاتله اليوم رجل صابر محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله جنة. فيخرج هذا عمير بن حمام هذه الكلمات الطيبة، يقول: بخين بخين. فيقول له الرسول: ما حملك عليها؟ فيقول: إلا رجاء أكون من أهلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فيأخذ تمرات كانت في جرابه ويقول: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات. فاشتاقت أرواحهم للجنة، واشتاقت أرواحهم لله سبحانه وتعالى الدخول للجنة. نسأل الله عز وجل أن يحقق النصر لهذه الأمة المحمدية التي وعدها الله سبحانه وتعالى به، إن هي حققت ما أمر الله به سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن تنصروا الله
ينصركم. وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. فاللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحقق يا ربنا النصر والتأييد والتمكين لعبادك المؤمنين. اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.